عمفرق طريق بيوقف هالزمان، وين ابتدى وين انتهى؟ كفي بلا رفيق اتعود عالنسيان، دنيا وما بتوقف ع حدا. عمفرق طريق بيوقف هالزمان، وين ابتدى وين انتهى؟ كفي بلا رفيق اتعود عالنسيان، دنيا وما بتوقف ع حدا. يلي كنت مني وصرت اللي غريب، لا ما تفكر اني من بعدك رح غيب، ولا ليل بيقدر يمنع شمسي انها ترجع تطلع. خلي قلبك يسمع كيف العطر بيبوح، مجروح منك مجروح، تيرجع قلبي تقلك لا مش مسموح، مجروح منك مجروح، لحدا غيرك عم بتعيش فيها نصف حياة بنصف القلب وصمت بين ضلوع يبوح ببعض ما برجع لجرحي، ما برجع للتنهي، بعيد انت عن عيني وعن قلبي صرت بعيد. لصة واضح مصيرة، اترك لعيوني بخيرة، ما في فرصة أخيرة ترجع هوا مدبوح، مجروح منك مجروح، يرجع قلبي يدقلك لا مش مسموح، مجروح منك مجروح، لحدا غيرك عم بتعيش فيي هالروح ببعض الروح. إني أعيش نصف حياة بنصف القلب وصمت بين لا تذكريني، متذكر كل شيء، بس هلأ الظروف اختلفت وسامر أبوه لجود وما حدا بيقدر ينكر هالحقيقة هاي. خلينا نعطي لحازم لسه فرصة، إذا ما صار شيء ساعتها منشوف شو بدنا نتصرف. ليليا، ما في معنا وقت، والحالة هي ما بتتحمل انتظار أكتر من هيك. لازم أحكي مع سامر. كيفك سامر؟ هلين بابا؟ مشتاق لك؟ شو؟
وافقتني ارجع البيت؟ انا عم احكي معك بخصوص جود. خير بابا؟ شو في؟ جود انخطف واللي خاطفينه. شو عم تحكي انت؟ شو انخطف ما انخطف؟ خليني كمل حديثي. يلي خاطفينه طالبين 10 ملايين، وهذا مبلغ كبير ما بنقدر ندبره. قلت لحالي احكي معك حتى نعرف كيف نتصرف. طيب بابا اتصلتوا مع الشرطة؟ عملنا كل شيء لازم ينعمل، وهلا عم احكي معك مشان تتحمل مسؤولية ابنك معنا. يا بابا طبعا انا بدي اتحمل مسؤوليته، هذا ابني، بس انت بتعرف انه انا يعني ما معي امشي. حكيتوا مع حازم؟ هذا اللي طلع معك؟ الحق مو عليك، مو عليك، الحق اللي اتصل فيك. قلت لك من الأول لا تتصل، ابني وبعرفه. مالنا أمل إلا بحازم. يلا حبيبي كرمالي صحة وهنا. هاي كمان للبطل؟ برافو. ملاتة؟ يلا. يا هي علي، صحة وهنا. صحتين، بس على مالك عليه بالأكل، إذا أكل كثير بيجع بطنه. شو رأيك نموته من جوعه؟ بكون أحسن. وعلى شو بعد أهله بدهم يعطوك الفدية؟ شو رأيك تسدي حليك وما تسمعيني صوتك وما تحكي ولا حرف؟ سكيني أمك، الله أعلم شو بيكون صاير بحاله. في شي طريقة رجعك لعند؟ شو عم تحكي تبربري وليه؟ ما في شي، عم أحكي مع حالي. كمان ممنوع؟ لا إيه إيه ممنوع. طبعاً بالعزة ما أظلم عليك. صحة وهنا. الله لا يوفقك. سيد حازم لازم تفكر أكثر. أنت هلا عم تبيع الملكية بنص السعر الحقيقي. إذا بتعطيني شوية وقت وعدك ضاعف لك المبلغ مرتين على الأقل. مشكلة أنا ما عندي وقت وأنا مضطر على المصاري كتير، لهيك خلينا نتكل على الله. مثل ما بدك أوكي. تفضل وقف. شلون؟ شو عم تقول؟ هذا اللي صار؟ يا سلام. طيب. شكرا لك انك خبرتني. شكرا، الله معك، مع السلامة. خير عاصم؟ مين اللي اتصل فيك؟ الدلال. شو بو؟ ابني حازم باع حصته بالمزرعة ب7 ملايين. لك شلون بيتصرف هيك بدون ما يسألني؟
أنا كنت عطيته إياهم للمصاري كاش بدون ما يحتاج إنه يبيع شيء. لك شلون هيك؟ لا لا لا، هذا كتير 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 وغير مقبول. قديش الشرير يلي خطفك يا جود؟ قدي قلبه قاسي وعنده رحمة. ايمت رح ترجع؟ ايمت؟ طب يعني هذا واجبي، وجود من مسؤوليتي وانا لازم اتحمل هاي المسؤولية. يعني بصراحة انا امنت العشرة مليون من مالي الخاص. بصراحة أكتر أنا ما بدي حدا يدفع قرش يعني لشغلة مثل هاي. بس كان لازم تسألني، كان لازم تخبرني، كان لازم تقلي قبل ما تتصرف. معك حق، معك حق، بس بابا أنت تحملت يعني بهي قصة أكتر من اللازم. بصراحة أنا لازم أتحمل مسؤولية بشكل كامل. يعني من بعد إذنكم تركوني أتصرف. تاري هالنايه مو قليل بنوب، والله لابسته بايده مثل الخاتم لحازم. كانت باطله ومحوله هالجوازه يا عاصم. مبلغ مانو سهل بنوب، الله لا يوفق اللي خطفوه. ليليا، حازم أمن 10 ملايين ليرة سوري بدون ما ياخذ موافقة حدا، لا موافقتي ولا موافقة أبوه. إن شاء الله جودي يرجع بالسلامة، لكن اللي صار عنا بهالبيت بعد ما دخلت عليه نايا شي فوق الاحتمال. نحن بعمره حدا من اولادنا ما تصرف باي شغله سواء كانت صغيره او كبيره الا ما اخذ راي العيله كلها وخصوصا راي الاب. ست صباح، اسمحي لي كمل كلامي. جود اذا رجع على البيت بدي اطلب منك تاخذيه معك لبيتك، لانه جود ما عاد له بيناتنا مطرح. اما بالنسبه لنايا، إذا حابة تعيش هون زوجة لحازم وأم لنور أهلا وسهلا. غير هيك ست صباح، نايا ما بتقدر تعيش بدون ابنها ولا ضيقة وحدة، والجوازة هي ما صارت إلا على هذا الأساس. سيد عاصي، بهون عليك تحرم أم من ابنها اللي عمره 7 سنين؟ نحن ما راح نحرمها منه. بإمكانها تروح تزوره عندكم بالبيت ايمتى ما حبت. أما إنه جود يعيش عنا هون بهذا البيت، هي مسألة تانية. سيد عاصم، يلي عم تقوله على العين والرأس، بس هالشي هاد ما بيحل مشكلة. هذا طفل صغير وبحاجة لحنان أمه، يعني بده ينام ويفيق يشوف أمه قدام عيونه. إذا بده يشوفها باليوم ساعة زمان، معناتها رح تصير غريبة بالنسبة له، وهالشي حرام. يمكن اللي عم تقوله صح. أنت من حقك تدافع عن بنتك وحفيدك،
وأنا كمان من حقي دافع عن ابني وعائلتي. أنا ما رح كون عبء عليكم، بس رجعوا لي ابني ولا بترك البيت وما بقعد لكم في دقيقة، بطلع من حياتكم نهائيا، بس رجعوا لي ابني. نايا أنت شو عم تحكي؟ نايا طولي بالك، أنت ما بصير تتركي هذا البيت. بابا أرجوك، نايا مرته لحازم يعني وحدة منا وفينا، نحن ما لازم نتخلى عن جود بهي السهولة. دخيلكم رجعوا لي ابني وما بتعودوا تشوفوا وجهي ابدا. انت جنيتي شي؟ هاي جوازه مو لعبه؟ بعدين هيك بهالبساطه بدك تتخلي عن حازم؟ انا اللي عندي قلته، جود رح يرجع لامه، بس اذا نايا متمسكه برايها وبدها جود يكون معها، ما عاد في امامنا الا طريق واحد، نايا تترك حازم. أنا ما رح أرضى بهذا الشيء، ما رح خليها تخضع لشروطه للسيد عاصم لو مهما كان. ما بتزور لحتى أقنعناها تتزوج مرة تانية، نجي هلا نخلي هاي الجوازة تنهار. حازم شب ما في منه، ما بينترك. شوف الفرق بينه وبين ابننا سامر، أبوه لجود ومانه مستعد يدفع فرنك واحد كرمال ينقذ حياته، وحازم تحدى العيلة كلها ياتا لينقذ حياته لجود. أنا بدي أرجع أحكي مع السيد عاصم، حتى لو كلفني هالشي إني أترجع مرة وتنتين وثلاثة، ما رح أسمح لهي الجوازة إنه تنهار، ما رح أسمح. ليليا، كأنه مقدر على نايا إنه تعيش حياتها لوحدها وبدون رجال. الله يخليك فؤاد، لا تحكي هذا الحكي. هذا الكلام اللي رح يصير صدقيني، نحن من الأول غلطنا لما وافقنا وخليناها تتزوج مرة ثانية، وغلطنا الأكبر لما خلينا حفيدنا جود يعيش مع ناس ورقة. ما شفت الطريقة السيئة اللي عم تعملوا فيها مع نايا وجود؟ رح أقول لك شو رح يصير بالضبط. عاصم ومرته مسيطرين على العيلة، وما حدا بيقدر يرفض لهم طلب ولا يقول لهم كلمة لا. وبالنهاية حازم صحيح رح يتأثر شوي، بس لكن رح يستسلم ويرضخ لقرارات العيلة. ليش؟ لأنه مو قدران يقول كلمة لا، فهمتي؟ لا، حازم ما بيترك لنايا، ما بينفصل عنا. أنا هيك حاسة. مسكينة مسكينة. على فكرة صار لازم نقله لحازم، لازم يعرف مشان يعرف كيف بده يتصرف. ولو سمح، شو بك انت؟ يعني انت شايفة انه حازم لقيان مشكلة جديدة هلا؟ خلص خلوا جود يرجع، وبعدين يا ستي بقعد انا وحازم وبفهموا كل التفاصيل. يا جماعة انا بشوف انه حازم ونايا ما لازم ينفصلوا بنوب، نحن لازم نعمل اي شيء لحتى ما يتم هذا الشيء. بعرف انه الوقت مو مناسب لحتى نحكي بهيك قصة، بس حازم إذا عرف إنه نحن خبينا عليه هذا الموضوع رح يتضايق كتير. وحازم كبير وبيعرف يتصرف لحتى يحل مشكلته. والله يا كرم كلامك مالي غبار. قوم معي يا أخي، قوم. يلا.
لك حبيبتي انت عم تحكي وكأنه نايا يعني كانت معيشته لحازم بسعادة لا توصف. حازم ما كان مبسوط وانا مع عاصم ما رح احكي بهذا الموضوع. بدها تروح تروح الله معها، شو بعمل لها يعني؟ بتعرفي انت صباح انا من الاساس ضد انه وحده ارمله ترجع تتجوز مره ثانيه. شو صار لهم؟ بس بدهم يتجوزوا، العم انضرب عقلهم على الاخير. ليكني لا تجوزت ولا طلقت وحاطه حالي وساكته ما فتحت امي كل الايام. يا ترى شو رح يكون راي حازم بحكي ابوه؟ والمشكله انه ست نايا عم تلعب بعقلاته على المزبوط. والله ما بعرف ما بعرف. لك اخي ما بيصير هيك، ابوك كثير معصب. بعرف معصب لاني بعت الارض، بس هلا المهم يرجع جود بالسلامه، بعدين انا بقنعه. ايه بس الامور ما بتنحل بهي البساطه. حازم انت لازم تطلع تحكي مع ابوك كلمتين. حازم عم يتصل عم يتصل. هدي 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 حازم تفتح سبيكر، ما حدا يحكي غيري. الو نعم. شو مين معي؟ انا حازم ابو لجود، المصاري صاروا معي. وين بتحب شوفك؟ ايه هذا الحكي اللي بينسميه. اسمع لقلك، هلا بتحمل حمالك وبتاخذ المصاري وبتنزل على سوق النحاسي. خلال ساعه واحده بتكون هنيك، وانا بعدين بصير بخبرك على الجوال شو بساوي. اسمع اوعك اوعك تكون حدا غبي، اذا بتخبر الشرطه بتودع ابنك. رح نعطيك اللي بدك اياه، رح نعطيك المصاري بس ما تأذي. فيني احكي معه؟ خلاص خلاص مو حرزاني، انت تدفعي المصاري بيصير ابنك بحضنك وبتطقوا حنك وبتطقوا اللي بدكم اياه وبتضلوا عم تفشوا خلكم ببعض لتشبعوا. طيب ماشي 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 الله معك. تسكر شو وقع؟ مشان الله يا جابي، مشان الله خليهم يحكوا مع بعض، حرام عليك. مشان الله سدي حلك، مشان الله سدي حلك، مشان الله سدي حلك. علقت وغوصيت. شو ماما طمني؟ انا لازم اسلم المصاري وجيب جود. مشان الله كثير دير بالك على حالك. اوكي انا حكيت مع بابا. ها ليك اللي وصل. حازم اسمع هالكلمتين وحطن حلق بإذنك. انت عم تجازف بحياتك يا ولدي. بعرف بابا انا عم جازف بحياتي، بس عم جازف بحياتي كرمال جود، لازم يرجع. دير بالك على حالك امي. تقولنا الله يكرمك. الله معك الله معك الله معك. احترامات سيادة العميد، من حوالي دقيقتين طلعوا الموعد بسوق النحاسي. والله ما بنعرف شيء أكثر من هيك. على العموم أي شيء بيصير معنا راح أخبرك، وبنفس الوقت يعني منتظر خبر منكم. طيب سيدي الله معك، مع السلامة. إذا عرف حازم راح تصير مشكلة كبيرة. هلا نحن ضمنانين الشرطة، بس مو ضمنانين هالعصابة، وما بنعرف شو بدها تساوي. ممكن تاخذوا المصاري وتقتلهم كلهم. لذلك ما في منطق بالعالم بيقول انه نترك حازم يروح لحاله بدون ما نخبر الشرطة.
شكله ما في حدا هون. برافو عليكم، جيتوا على الوقت. تاريك والله بتحب ابنها كثير. اه وين المصاري؟ ليك المصاري زدتهم من عندك، لا تتحرك ولا حركة لعندي من مطرحك. ليك اسمع، مثل ما قلت لك تعطيني ابني جود بتاخذ المصاري، غير هيك ما رح تاخذ شيء. يا وديع ضحية شاط البطيخ. ما اما جود حبيبي ما تخاف ما تخاف، انا هون رح اروح على البيت بعد شوي، ما تخاف. مطرحك مطرحك ورا خطوة واحدة بتخطيها لقدام اعتبرها آخر لحظة بحياتك وحياة الغندورة. خلينا رواق. قلت لك الولد بالاول بعدين تاخذ المصاري. ها علي معلم شو تصرف برا؟ خبرت الشرطه يا ابن الحرام، والله لا دفعك ثمنها غالي. صدقنا ما خبرنا الشرطه. نحن ما خبرنا الشرطه والله. في شاب اسمه حازم الخالد وصل لعندكم من شوي. ايه مزبوط، بالطابق الثاني فوق غرفة العمليات. بالثاني. ايه لو سمحت. عفوا نحن اهله لحازم، ممكن نطمن عنه؟ ان شاء الله خير. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. كيفك ست صباح؟ بس يقوم حازم بالسلامه، في حديث طويل بيناتنا. ان شاء الله بيقوم بالسلامه، نحن كلياتنا خايفين عليه. شو ما كان الحديث اللي رح يصير بيناتنا رح نضل ممنونين لإله كل العمر. أنا ما بيهمني هالكلام كله، كل اللي بيهمني إنه ابني يوقف على رجليه مثل ما كان قبل الحادث. شب ملي علي حياتي وحياة عيلته. أنا بعرف إنه هالكلام مو وقته، بس في بتمي كلمتين ماني قدراني أبلع. من وقت اللي فاتت بنتك على العيلة ونحن ما شفنا الخير ولا حازم كمان. لذلك نايا بترجاكي بترجاكي إذا بدك يضل ابني بخير بعدي عنه تركيه، وأنا بوعدك بوعدك إنه ضل ممنونة إلك كل عمري. صباح مو وقت الحكي هلأ. بس أنا شو ذنبي؟ أنا كنت خايفة على ابني مثل ما أنت خايفة على ابنك. أنا كثير بحبه لحازم. لو عارفة إنه رح يتأذى والله ما كنت حطيته بهيك موقف، أنا بخاف عليه أكثر ما أنتم بتخافوا عليه. بس هيك صار، شو ذنبي أنا؟ والله مش ذنبي.
طمنا دكتور. الحمد لله على سلامته يا جماعه. الله يسلمك. اموره كثير بخير والطلقه طلعت بكل اريحيه وبعيده تماما عن الخطر. عفوا دكتور، جرحه غميق؟ لا لا، ما له غميق. طمن. طمنا دكتور، ايمتى بنقدر نخرجه من المستشفى؟ اليوم فيكم تخرجوه اذا بدكم. اليوم؟ بس بعد ما نطمن عليه. شكرا يا دكتور. ما عرف ان شاء الله. ما عرف. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. خلص ماما، انت روحي وخذي جون معك. شلون بدك تضلي معه؟ ما سمعتي حماتك شو عم تحكي؟ سمعتها. مضايقة منها، بس ماما بترجيكي فهمينا. أنا بدي أطمن على حازم، ما في روح بلا ما أطمن عليه. خلص أنتوا روحوا. عايزة شيء من مالك؟ سمعت. ما تعذب بيتك، أنت طبيعي. يا روحي، ليش هيك عم تعملي بحالك؟ قومي ارتاحي شوي. يلا لا تقبري، خليني هون، ما بقدر اتركه لحازم. ماما الله يخليكي، ليكو نايم وعين الله حوله، مو صاير عليه شيء. قومي ارتاحي شوي كرمالي. يلا حبيبتي، خلص انا كل شوي بيجي وبشق عليه وعد. قومي شوي يلا. تفضلي حبيبتي. مرحبا سما. اهلا وسهلا، كيفك يا روحي؟ الحمد لله. كيف حازم؟ انت شو اللي جابك لهون؟ غراضك رح يصلوا لبيتك، وتاكدي تماما ما رح ينقص ولا غرض منه. انا مش جاي كرمال الغراض، ما بيعنوا لي الغراض. انا جاي شوف حازم. اسفه، ما رح تقدري تشوفي حازم. بترجيكي خليني اشوفه، وبوعدك اذا شفته ما تشوفي وجهي بقى. شوفي، انا ماسكه اعصابي لحد هلا. حازم شيلي من بالك. ست الكل، هلا مو هيك بيكون الحديث؟ لحدا يتدخل؟ حازم ابني وانا ادرى بمصلحته.
ما هو الحديث كله مشان حازم. حازم هلا ضعفان، ارجوكي خلي نايا تشوفه وهو يشوفها، هو بحاجة الكل يكونوا جنبه هلا. ونحن شو عم نعمل؟ ليكونوا مقصرين يا امي وما لنا دريانين. ست الكل لو سمحتي. لازم يساعد حازم بهذا الظرف، مو هيك؟ عمفرق طريق بيوقف هالزمان، وين ابتدى وين انتهى؟ كفي بلا رفيق اتعود عالنسيان، دنيا وما بتوقف ع حدا. يلي كنت مني وصرت اللي غريب، لا ما تفكر اني من بعدك رح غيب، ولا ليل بيقدر يمنع شمسي انها ترجع تطلع، خلي قلبك يسمع كيف العطر نصف حياة بنصف القلب وصمت بين ضلوع يبوح ببعض ما برجع لجرحي ما برجع للتنهيد، بعيد انت عن عيني وعن قلبي صرت بعيد، لصة واضح مصيرة اترك لعيوني بخيرة، ما في فرصة أخيرة ترجع هوا في القلب.